بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنتوا اول مره تشوفوا القناه اضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو في التعليقات ان شاء الله اصحابي. مثل ما انتم شايفين من العنوان مسويين اسبوع اكل اكلات موفره او اسبوع اكلات اقتصاديه. الوجبة الرئيسية طبعا هي وجبة الغداء، وطبعا كل واحد يعني حسب إمكانياته، بس هو أسبوع موفر يعني ينفع للمقتدر والمتوسط والأقل من المتوسط، للكل يعني ينفع للكل بإذن الله، لأن الناس يعني مش بتزهق من كل يوم لحم دجاج سمك، يعني الناس بتزهق، يعني الأكل الشعبي الناس بتاكل فيه أكتر يعني، وبيكون مشهي وفتح للنفس أكتر يعني. فنبدأ مع بعض، هنبدأ من يوم السبت، هندي أكثر من اختيار في اليوم الواحد، وانتي بقى كل واحد حسب حريته، حسب اللي الأولاد بيحبوه أو الأسرة كلها بتحبها، فكل واحد بقى بيكيف الأمور، بس احنا بندي أفكار وكل واحد بيمشي بقى حسب إمكانياته وحسب الأشياء اللي يعني ممكن في صنف أنا أحبه حضرتك ما تحبهوش والعكس صحيح وهكذا. فهنبدأ يوم السبت هنبدأ الأسبوع بقى بأكلة دسمة على أساس يعادل الأيام اللي جاية. السبت ممكن نعمل معاه مكرونة بالصلصة عادي مع بانيه زائد سلطة، أو نعمل جلاش بالمحشي بالكبد والقوانص زائد ملوخية ورز مثلا، أو حواوشي زائد سلطة زائد بطاطس محمرة، فهذه اختيارات، أو ممكن تديها سمك ورز فهذه وجبة. طيب خلصنا من يوم السبت، هندخل على يوم الأحد إن شاء الله. يوم الاحد بقى هنديها اكل شعبي، بصارة زائد بتنجان وطماطم مخللة وفلفل وكده، ونغمس بقى على خبز وكده، او عدس زائد مخللات يعني شوربة عدس برضو يتغمس على الخبز، او ممكن تعمليه فتة عدس بالشعرية بتبقى جميلة برضو زائد المخللات والبصل الاخضر وكده، بتبقى وجبة ممتازة ان شاء الله. بعديها يوم الاثنين طبعا انت تقدري بقى تحركي، يعني انت مثلا تحركي تجيب السبت مكان الاحد، الاثنين مكان الثلاث كده، يعني كل واحد يعني احنا بندي افكار وانت بقى نسقيها حسب ذوقك وحسب امكانياتك وحسب انت يعني تريدي تاكليها في اي يوم يعني، بس احنا مجرد بندي بس شكل عام للاسبوع. يعني هنيجي يوم الاثنين بقى ان شاء الله هنديها كشري اصفر، اللي هو الكشري الاسكندراني، الرز بالعدس الاصفر زائد بيض، البيض اللي هو بتاعنا المدحرج بالكمون والزيت او سمنه، زائد سلطه خضراء، او مش هتعملي كشري اصفر عايزه تريدي تعملي كشري مصري فليك الحريه، يا اما كشري اصفر او كشري مصري. هنيجي اليوم الثلاثاء هنديها بس مسقعه، تعملي صينية مسقعة حلوة كده، ربع كيلو لحمة ما هيديكي طاجن يعني صينية كبيرة ان شاء الله، مع سلطة ورز او خبز، يعني في ناس تحب تغمسها على الخبز وناس تحب تاكلها مع الرز، فهنديها مسقعة زائد سلطة، وقلنا طبعا مسقعة هنطعمها بربع كيلو لحمة مفرومة، هيديكي وجبة متكاملة زائد السلطة والرز، يبقى ده خلصنا من يوم الثلاثاء ان شاء الله. يوم الاربع بقى عندنا برضو اختيارات يعني اديها رنجة، والرنجة بس مش مجرد ان احنا نشويها على النار وناكلها وخلاص، يعني لا، في طرق كتيرة جدا للرنجة. الرنجة ممكن نعملها مطبوخة بالطماطم، يعني هتخليها وتاخدي اللحم بس فقط وبعدين تقطعيها حتت وتشوحي بصلة مع ثومة، وبعدين تنزلي بيها عليها صلصة الطماطم وتضيفي لها الرنجة مع فلفل اخضر متقطع حتت مكعبات يعني، وتبقى جميلة جدا، ممكن تتاكل مع مكرونة، تتاكل مع رز، تتاكل بالخبز او بالطحينة بقى عادي، يعني نقطع معاها فلفل وبصل وخيار وطماطم والرنجة بعد ما نخليها ونعملها بالطحينة، وممكن تضيفي مع الطحينة الزبادي كمان بتخفف من حدة الرنجة، وتتاكل برضو بالخبز او مع رز او مع مكرونة، او تونة برضو وجبة متكاملة، يا اما تتغمس بالخبز او نعملها سلطة بالرز او بالمكرونة مع اي خضار، بسلة، جزر، مسلوقين، فاصوليا، او التونة برضو نفس الرنجة ممكن ينفع نسويها تونة مطبوخة بالطماطم. كده خلصنا من يوم الاربع. هندخل على يوم الخميس بقى نديها محاشي بقى، محاشي زائد لحم او دجاج، ومحاشي عندك بقى كذا اختيار، محشي كرنب، محشي بتنجان، فلفل، كوسة، ورق عنب، ممكن تعملي صنفين من المحاشي،
يعني كل واحد بقى حسب ما يحب، يعني هذه حرية شخصية. نيجي ليوم الجمعة إن شاء الله. يوم الجمعة أنا بحسه يوم عائلي شوية، يعني يوم عائلي عايز كده، يريد طبيخ، يريد صنف خضار زائد رز مع اللحمة أو السمك، مع اللحمة أو الدجاج، أو تديها سمك. يعني هو يوم تجميع العيلة كده، ويوم الجمعة ليه طقوس خاصة، فيبقى محتاج يا طبخة خضار، نوع من الخضار زائد الرز واللحم والدجاج، أو يعني بسلة وجزر، فاصوليا، لوبيا، يعني صينية بطاطس في الفرن والقاس، أو نبعد عن الطبيخ ونديها صينية سمك صيادية مع السلطة ورز، أو سمك مقلي مع سلطة ورز وسلطة الطحينة. فهذه هي كانت أفكارنا للأسبوع، يعني هتشوفوه في توازن كتير جدا، يعني مش كله بروتين، أخدنا بروتين كتير من الأسماك، أخدنا بروتين من البقوليات. هذا هو كان أسبوعنا الاقتصادي، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوناش في الشير واللايك للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.